اذكر شيء الأهل يعلمون أولادهم كيف يستعملونه. إيش اللي يعلمون أولادهم يستعملونه كيف؟ وش؟ الأجهزة. الأجهزة صح، تفضل. وش يعلمون الأهل أولادهم غير الأجهزة؟ القيادة. القيادة. وش يعلمون الأهل عيالهم؟ مريم، وش الشيء اللي الأولاد الأهل يعلمون أولادهم؟ الاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس أكيد، ما في شيء أسهل. قبل الاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس في أشياء سهلة يعلمونها الناس عيالهم. السباحة. السباحة لا حول ولا قوة إلا بالله. استعدوا لأنه باقي لهم خطأ واحد. هيا. ركوب الخيل. ركوب الخيل. ما شافت السباحة، شافت إن السباحة ما ضبطت، تقول السباحة وركوب الخيل. قلت شوي ما قال الرماية. معاذ، إيش يعلمون؟ أعتقد القراءة والكتابة. عبد الهادي، وش يعلمونه؟ أنا أقول الدخول لدورة المياه. معاه أنا. الحمام. الحمام. يعني يطلع من الحافظة للحمام، ولا قبل؟ لا قبل. سعيد. جاء دوري. إيش رأيك؟ والله حمشي مع الأغلبية. دورة المياه إن شاء الله. الحمام. دخول دورة المياه. كيف يدخلون دورة المياه؟ بإذن الله. ترى احنا زمان كنا نسوي اشياء ثانيه غير دورة المياه، بس عارفين انتم كبارين، بس لا تقولون. كانت والله كويسه والتعلم سهل. دخول دورة المياه صح، استخدام المياه 50 علامه.